السؤال الأخير. سألت المرأة من فرنسا قالت أريد أن أطرح عليك سؤال في موضوع الهجرة. أنا أخت سلفية غير متزوجة وأعيش في مدينة باريس، وأريد أن أهاجر إلى بلد الإسلام، وأسأل الله أن يرزقني بالهجرة قريبا. أعرف أخت سعودية وتريد أن تساعدني في الأوراق حتى أحصل على إقامة لكي أبقى في سعودية. السؤال: هل يجوز لي أن أهاجر بمفردي إلى السعودية وأبقى؟ نعم، يجوز لها أن تهاجر إلى محرم، لأن النساء اللواتي أسلمن في مكة هاجر غير النبي عليه الصلاة والسلام واستسلمن من الصلح ونزلت في هند سورة المنتخبة. الشاهد أن هذه المرأة يجوز لها أن تسافر وأن تلغي أوراقها وتسافر غرورا إلى هذه الأخت التي هيأت لها الإقامة في بلد الإسلام. بارك الله فيك. والآخر نقطة في سؤال، قالت لو كان الأمر صعب في السعودية لإمرأة بمفردها، فكرت في مصر، ما نصيحتك في ذلك؟ لا 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 لا، كونها تقيم في السعودية أفضل من إقامتها في مصر. لكن إن كانت ما تحصل على إقامة وشيء، أنت عندها الإقامة في السعودية فلا بأس أن تذهب إلى مصر أو إلى أحد البلاد الإسلامية التي تقاضي الشريعة، ولكنها توصى إذا ذهبت إلى مصر بأن تختلف المنهج السلفي وتحلى المنهج الإخواني ومنهج الأشعري. جزاك الله خير شيخ. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام.